الاتجار بهذه الأناشيد المسماة بالأناشيد الإسلامية شيخ صالح روج لها، والمنتفعون ماديا من ورائها روجوا لها وجعلوها وكأنها من السنن أو كأنها مستحبة، وقارنوها بغيرها مما هو محرم ليصلوا إلى مبتغاهم. لعل لكم إضافة شيخ صالح. نعم، أكرر فأقول أن هذه الأناشيد المنغمة المنظمة التي يسمونها أناشيد إسلامية إنما هي أغاني، إنما هي أغاني فاتنة، والغنى حرام، وبيع أشرطته حرام، وأكل ثمنه حرام. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك. وما عرفت هذه الأناشيد إلا عند فئتين: الفئة الأولى الصوفية الضلال الذين اتخذوها من الدين ويتقربون بها إلى الله بزعمهم، وهي معصية. والفئة الثانية أصحاب المناهج الحركية، الحركيون الذين يريدون إشاطة الفتنة بين الناس، هم الذين عرفوا بهذه الأناشيد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا وجد من أفتاهم بجوازها شيخ صالح، ما هو توجيهكم أحفظكم الله؟ كل يؤخذ من قوله ويترك. فإذا كانت الفتوى على خطأ إنه لا يجوز العمل بها، ولو كان المفتي من أهل الفضل ومن أهل العلم، لأنه ليس بمعصوم. نعم.